السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام احمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض صينية البطاطا. بسم الله. كيلو ونص بطاطا ده يا حبايبي قعدت نقعها ساعة في المية عشان الطين اللي عليها ينضف كويس. غسلتها كويس جدا وقطعتها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، وسلقتها كويس قوي. دلوقتي هنبدا يا حبايبي. يا حبايبي دلوقتي هنهرسها. بسم الله. البطاطا دي يا حبايبي سلقتها بقشرها، وبعد ما سلقتها قشرتها. القشره بتطلع خفيفه جدا، ما بتطلعش فيها كتير زي ما تكون نيه. بسم الله. شو اتهرست يا حبايبي على طول ازاي؟ البطاطا الصفرا دي بتبقى جميله يا حبايبي، بتبقى حلوه قوي. شوف البطاطا يا حبايبي نعمت خالص ازاي، ما خدتش هريس حاجه. وانا بهرسها ما خدتش حاجه لاني سلقاها كويس جدا. اهي يا حبايبي نعمت خالص. بسم الله. دلوقتي يا حبايبي هنحط السكر اهو. بسم الله. ادي مضغ سكر، ودي كمان مج يا حبايبي، مجين سكر ابيض. ودي اللبن يا حبايبي اهو في نفس المج يا حبايبي. ودي كمان مج لبن يا حبايبي اهو. فانيليا يا حبايبي اهو، كيسين فانيليا. معلقتين جوز هند يا حبايبي على حسب الرغبة، يعني لو ما بتحبوش جوز الهند عادي. جوز الهند يا حبايبي بيدي طعم، بيدي البطاطا طعم جميل، بس لو ما بتحبوش عادي ما تحطوش. ودي يا حبايبي هنحط معلقتين زبدة. دلوقتي يا حبايبي انا بقلب السكر في اللبن كده عشان خاطر ما يبقاش محبب في البطاطا. عادي لو السمنه ما دابتش في اللبن هتدوب في البطاطا عادي. اهم حاجه السكر، اهم حاجه السكر يدوب بس في اللبن وخلاص. ودي يا حبايبي هنضيف اللبن وكل المكونات اللي حطيناها على البطاطا. ما شاء الله ريحتها ايه، روعة. ودي يا حبايبي وزعنا الزبده واللبن والسكر كله في البطاطا اهو، بقت ناعمه جدا يا حبايبي، بقت ناعمه جدا. دلوقتي هندهن الصينيه بقى اللي هنحط فيها البطاطا اهو يا حبايبي. على فكرة يا حبايبي الأكلة دي مفيدة جدا 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 جدا،
فيها كل العناصر الغذائية. ادي يا حبايبي دهنا الصينية سمنة، هنفضي فيها البطاطا. بسم الله. شوف النعومية يا حبايبي بتاعت البطاطا. لازم نهزها كده يا حبايبي عشان تبقى المستوى واحد، متبقاش حتة عالية وحتة واطية، لازم تبقى كلها بسوى بعض. دلوقتي ادي الزبيدي يا حبايبي، هحط عليه معلقتين جوز هند. تنجز هند على الزبيب، يا حبايبي وفي قلب الصينية كده، وبنحطه عشان لو حطيناه وقلبناه في على الصينية كلها هيتحرق من تحت الصينية ومن الوش، فاحنا بنحطه جوه الصينية كده وهنغطيه بالبطاطا. ودي يا حبايبي هنغطي الزبيب اللي حطيناه. دي يا حبايبي لازم تبقى بمستوى واحد كلها كده، غطينا الزبيب كل الزبيب غطيناه عشان لو كان باين هينحرق من الفرن، هيحرق. هزناها اهي كلها بقت بمستوى واحد. ودلوقتي يا حبايبي هنحطها في الفرن وارجع لكم. ودي يا حبايبي صينية البطاطا بعد ما طلعت من الفرن اهي، ريحتها روعة بس سخنة يا حبايبي جدا. هنشوف نعرف نقطعها كده. بسم الله. لازم ما بتتقطعش غير اما بتبرد يا حبايب. بسم الله. ما دلوقتي يا حبايب بقطع قدامكم عشان التصوير، لكن هي لازم المفروض تبرد وبعدين تتقطع يا حبايب، سخنة جدا. ودي يا حبايب البطاطا بعد ما طلعت من الفرن اهي، ريحه وطعم روعه. ويا حبايبي لازم ما تحطها تقطعهاش وتحطها في الاطباق غير اما تبرد خالص. انا طلعت لكم دول يا حبايبي عشان التصوير بس، انما هي بتطلع الخرطه بخرطتها. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك للقناه، وبالف هنا وشفاء وبدعواتكم يا حبايبي.